صاحب محل التليفونات ده ودي شغلتي يعني. في طريقه بروفيشنال وفي طريقه عاديه. الطريقه بروفيشنال اللي انت بتدخل بتفتح من على النت دلوقتي عاملين مواقع بتضرب سريع بالتليفون بس على النت بيطلع لك نوع التليفون والمنشأ وكل حاجه والتليفون اصلي او مش اصلي بالسيريال بس. عموما اي تليفون هاي كوبي او اي تليفون صيني او كده مش اصلي. في جوه مدير التطبيقات في حاجه اسمها الكل، يعني في تشغيل وفي تخزين وفي الكل. الكل ده بيطلع لك نوع البروسيسور بتاع التليفون نوعه ايه اساسا. احنا انا بقدر افرق يعني الصيني من الاصلي عن نوع البروسيسور. كل التليفونات الصيني الهاي كوبي اللي موجوده في الدنيا بحالها البروسيسور بتاعها اسمه ام تي كي. احنا بنخش اول انا عن نفسي اول ما بخش جوه الكلام ده اول ما بقرا الام تي كي ده ببقى عارف ان التليفون ده ايه صيني. ايه الفرق بقى بينه في الشغل؟ ان انت بتمسك التليفون ده طبعا مثلا هنيجي هنا نقول سرعه على النت وهنا سرعه على النت طبعا حوالي الضعف. مش هقول لك ان التاني وحش، هو كويس التليفون شغال و100 100 ومعمول بطريقه كويسه جدا، بس طبعا عمره ما يجي زي الاصل. انت دلوقتي التليفون فصل مثلا، التليفون فصل وانت مش عارف ايه مشكلته، فاول حاجه بتعملها فصل التليفون طفى خالص وانت مش عارف تجيبه او كده وانت مستغرب مشحون كويس والتليفون فاصل مش شغال. اول حاجه بتعملها وانت طالع سريع وانت قاعد ان انت بترفع البطاريه وتيجي على الريش بتاعت التليفون باي حاجه حاده وليكن. طبعا مش هتلاقي قطر في البيت، فاحنا مثلا اي حاجه حاده هتعمل في الريش كده بس، وتشوف لو هنا في تمليح في الريشه هنا في، بس مش لدرجه ان انت تخربشها تبوظها يعني، حاجه بسيطه كده. لو في تجريح كده بتنكشه بس بايدك بحيث ان هو لو في وسخه تتشال لو كده، مش اكتر من كده. ما تبلش البطاريه عشان بل البطاريه ده حاجه بتبوظ الدنيا بس، وبتركب تاني والله المستعان ان شاء الله بتشتغل يعني. لو هو ما فيهوش عيب فني، ما ينفعش تحط التليفون على الشحن ان انا لازم يكتب لك البطاريه ضعيفه. كتب البطاريه ضعيفه مش شرط يطفي، ما بقولكش يطفي، ولما يطفي كمان مش مستحب. اول ما يكتب البطاريه ضعيفه ابتدي انا اشحن التليفون، انا كده بحافظ على عمر البطاريه. طبعا اللزقه دي الكسر دي موضوعها يعني كويس جدا، لا قدر الله مثلا التليفون وقع، طبعا لزقه دي الكسر دي يعني تعتبر كانك مركب شاشتين او مركب تاتشين، هي بتتكسر وهو التاتش ما بيطلعلوش حاجه، الا بقى لو كانت واقعه اضيافه خلاص بقى مفيش حل يعني.